السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم جبت لكم بطاطا كوشة باللحم بطريقة سهلة تجيكم بنينة ما شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا عندي حبات بطاطا كنت غسلتهم مليح قشرتهم وقطعتهم بهذا الشكل. هنا طريقة تحضيرهم أو تحضير البطاطا سهلة جدا. هي أول حاجة راح نحطوا البطاطا تاعنا في كسرونة أو مقلاة، هنا اختياري، تحطوا فيها يعني البطاطا بهذا الشكل. صدقوني الطاجين هذا يجي بنين ويجي يعني ما شاء الله، والبطاطا كأنكم قليتوها في الزيت. هنا راح نحط عليها كمية من الماء، لازم نغطوها مليح بالماء بهذه الطريقة. ثم استعملوا إناء يكون واسع باش يسهل عليكم العمل. هنا عندي ملعقة ملح وعندي ملعقتين من الخل الأبيض، لا تقدروا تستعملوا الخل الأحمر. هنا بعد ما نحط الخل راح نحطها على النار ونخليها بعد ما تبدأ تغلي نحسب لها دقيقتين ونطفي عليها ونصفيها بهذا الشكل. هنا عندي توابل مشكلة، عندي توابل الزيتون، توابل الدجاج، عندي فلفل الكحل، عندي كمون، يعني توابل اختيارية. هنا بعد ما تقطر معايا بهذا الشكل راح نحطها في إناء يكون واسع، نحط عليها جميع التوابل. هنا التوابل اختيارية، ممكن تحطوا أي نوع توابل تفضلوه. هنا عندي حوالي 4 ملاعق زيت راح نخلطهم مليح. البنة ما نحكي لكمش، يعني تجيكم ما شاء الله، والتوابل هذا ويعطوا بنا للطبق تاعنا. هنا بعد ما يعني نخلط كامل المكونات تاعي بهذا الشكل، هنا زدت إضافة يعني كمية من التوابل لأنه حسيت أنه خاصها شوية. هنا خذيت صينية حطيت فيها ورق الطبخ، هنا أي ورق يكون عندكم. هنا بعد ما نحط الورق نحط عليها، أنا الورق تاعي كنت يعني دهنته بالزيت باش يعني يعطيني نتيجه والبطاطا تاعي ما تلصقليش. هنا نستف البطاطا بهذا الشكل، يعني لازم نعدلوها مليح في الصينيه. انا استعملت هنا 2 من الصواني، يعني كان عندي كميه كبيره كما راكم تشوفوا. هنا اذا كانت الكميه قليله راح تشد لكم فقط يعني صينيه او سنيوه واحده. هنا لازم البطاطا تكون كل حبه وحدها باش يعني تطيب لكم وتتحمر معاكم. راح ندخلها الفرن كنت سخنته مسبقا، نخليها حتى تطيب معايا ونوري لكم النتيجه. هنا راهي بدات تطيب معايا، انا حخليها يعني حتى تتحمر لي مليح. هنا بالنسبه للبطاطا هذه راح تطيب لكم كانكم يعني قليتوها في المقلاه وتجيكم ما شاء الله. هنا حخليها حتى تطيب مليح ونوريها لكم جاهزه. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما يعني طابت لي هذه النتيجه اللي حصلت عليها. هنا ممكن انكم تحمروها اكثر، لكن انا فضلت اني نخليها بهذا الشكل، جات يعني ما شاء الله. هنا في هذه المرحله ناخذ يعني صحن او بلاطة كوشه نحط فيه يعني البطاطا تاعي بهذا الشكل. صدقوني يعني البنه تاعها ما عندي ما نحكي لكم، تجيكم يعني ما شاء الله. هنا عندي صوص حمراء باللحم، كنت درت اللحم، زيت، ثوم، ملح، تابل شطيطحات، راس الحانوت، فلفل اسود، طماطم مصبره، ماء. وبالنسبه للتوابل كما ذكرت لكم اختياريه، حطيت عليها المرق بهذا الشكل. وممكن انكم تدخلوها للفرن. هنايا كما راكم تشوفوا يعني جات ما شاء الله، رشيت عليها شويه من المعدنوس. والتزيين اختياري كما قلت لكم انكم ترجعوها للفرن، راح تاخذ لكم يعني كما نقولوا تحمروها شويه وتتحصلوا على نتيجه ولا اروع. هنا درت لها شويه معدنوس كما سبق وذكرت لكم، وزينتها يعني بقطع من الليمون ليعطوها يعني منظر شباب. كما راكم تشوفوا كانت هذه هي كان هذا هو طبق تاعي لنهار اليوم، او بطاطا كوشه باللحم بطريقه سهله ومبسطه تجيكم بنينه وتجي ما شاء الله. اكيد لعجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعمي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.